طيب تعالوا نشوف لو انتوا فاكرين فيلم ميرامار الشهير والرواية الشهيرة للمبدع أديب نوبل نجيب محفوظ، هي جزء من الذاكرة الفنية. فشوفوا ازاي الناس، اللمسات الجميلة دي مهمة جدا. يعني الست صاحبة العمارة اللي فيها الشقة أو البنسيون اللي كان فيه الفيلم، اللي كانت بتطلع فيه شادية ويوسف شعبان، اللي شفنا فيه يعني مشاهد هي جزء من كلاسيكيات السينما المصرية وجزء من وجداننا الفني. حافظت على على المكان زي ما هو، وحافظت على الأسانسير زي ما هو والمدخل زي ما هو. تعالوا نشوف، يعني أتمنى كل اللي عنده حاجة، والله ده لا يساوي أموالا. بعض الناس يقول لك يا عم ده أنا لما أحولها إلى شقة أو فيلا وأؤجرها، يا عم ده أنا لما أحول العمارة دي. لا، شوفوا بقى القيمة، مع إنها مرتبطة بعمل أدبي بديع وأيضا بفيلم سينمائي شهير. دي عمارة فيلم ميرامار. ده الباب اللي كانت بتقفله الأستاذة شارجة بعد ما بتدخل من التصوير الخارجي بتاع الأسانسير والسلم، بتدخل من هنا الباب ده وبتاخد الكادر بتاع الكاميرا لغاية هنا، وبعد كده بقى التصوير بيبقى داخلي. عنك انت؟ لا معلش. دي الغرفة دي كان خدوا فيها بعض المشاهد للأستاذ يوسف شعبان، كان دي الغرفة بتاعته نفس شكلها هو بس كان بدل السريرين دول كان سرير في النص كده نحاس بعمدان، برضو كان ده الفرش الأساسي بتاع الفندق عندنا زمان. الفندق ده من سنة 56 كان بتاع جدتي ووالدي، كان عمارة عادية بس كانت واخدة جايزة أحسن أركتكتشر في اسكندرية كلها لأن كانت ديزاين إيطاليان. العمارة دي أنا هعرف من والدي إن هما بدأوا فيها سنة 28 أو 29، اتسلمت بعد تقريبا 5 سنين. البنسيون عندنا أو الفندق الصغير ده له ذكريات مع ممثلين كتير جدا، منهم ماري منيب وحسن فايق و عبد الفتاح الأسري. فطول الفترة بتاعت عرض المسرحيات القديمة بيبقوا هم موجودين عندنا. يا سلام يا ست، يا سلام يا سلام. أم كلثوم ما غنتش في حياتها زي ما غنت للثورة. إحساسها بالثورة هو كل حاجة تقلبها سياسة. نجيب محفوظ كان بيقعد في اتينيوس، ده ريستوران وكافيه جنبينا، كان مشهور جدا برضو، اصحابه يونان، كان بيستوحى كل القصص بتاعته من الطبيعه ومن الشارع المصري ومن الاماكن القديمه. فهو قاعد مره في اتينيوس الكافيه اللي جنبينا، شاف الديزاين المبنى نفسه عجبه، فمن هنا استوحى فكره ان هو يعمل بانسيون ميرامار، فكره فيلم ميرامار. اخبار جمهوريه؟ قول للنبي يا اخويا ما تعرفش الشارع اللي فيه بنسيون مرمار؟ بنسيون مرمار؟ ايوه. تعالي اهو دي اللي هناك. هاي كتر خيرك يا اخويا ما عدمكش. صباح الخير يا عامل بيه. صباح الخير يا محمود. بتسأل عن بنسيون مرمار ومدام مريانة. خش يا شاطر. كان بيجوا يقعدوا هنا مع جدتي يشربوا القهوة يستريحوا، المخرج والمنتج واستاذ نجيب محفوظ كان بيدخل عندنا طبعا لأنه طبعا كاتب الرواية فكان لازم يكون متواجد طبعا. كان التصوير زمان بيبقى رايق شوية عشان ما فيش زحمة،
فكان باين بقى واضح يعني الشوارع كلها فاضيه جميله نظيفه. كانت شاديه بتيجي تصور هنا عندنا وبتيجي هي والاستاذ يوسف شعبان وبقيت طبعا افراد الفيلم. كان بيحكوا لنا بقى ان هم بيطلعوا هنا بعد التصوير بيعملوا الميك اب بتاعهم عندنا هنا في الفندق، لان كان كل العماره ما فيهاش غير هي الفندق بتاعنا. الاسانسير طبعا فضل نفس الديزاين بتاعه ما اتغيرش. انهي دور؟ الرابع. طلع شقه الاستاذ عبد ربه؟ لا، طلع البنسيون. الاجيال الجديده بتسمع وبتيجي تسال وتشوفوا فعلا شادية مثلت هنا، وفعلا الاسانسير حتى الاسانسير نفسه هو هو القديم ما اتغيرش. صعب قوي ان احنا نفرط في المكان ده جدا يعني. شيء مبهر، شيء جميل. شوفوا ازاي الابقاء على الجمال كما هو لا يساوي اموالا. وطبعا اللي عنده نماذج شبيهه يبقي عليها ويحتفظ بيها زي هذا النموذج الجميل في الشكل.